بالنسبة للغلاصاج ديال الشوكولا، عندي هنا 150 مليلتر ديال الكريمة السائلة، عندي 150 غرام ديال الشوكولا. انا خديت الكحل وخديت الشوكولا اولي. عندي هنا جوج وراق ديال الجيلاتين، عندي هنا المبارد، غندير هاد الوراق الجيلاتين هما الاولين في المبارد باش يرطابوا. وغناخذ هاد الكريمه غنديرها في الكاسرونه وغنديرها تطلع فيها الغليه. الكريمه هي هادي طلعت فيها الغليه، غنخوي فيها هاد الشوكولا. الشوكولا يكون نوع ممتاز باش كيعطي هاد اللذه. غنخلي واحد شويه حتى تطلع فيه الغليه ديال الكريمه، عاد نحركو. حركت مزيان هاد الشوكولا. غناخد دابا الوراق ديال الجيلاتين، غنعصرهم من الماء مزيان. غنزيدهم على الشوكولا وغنحرك باش يذوب. الشوكولا والجيلاتين هما دابو مع الكريمه. غندوز واحد شويه دمي هاد الخلاط الكهربائي باش الا كانت شي حاجه مازال. الكلاصاج ديالنا هو هذا، غنخليه حتى يبرد عاد نكمل باقي التحضيرات. الكلاصاج ديالنا ها هو بدا كيدفى واحد شويه، غادي نحاول نصفيه. نحاول نصفي هاد الكلاصاج. الكلاصاج ديال الشوكولا هو هذا، صفيتو بهاد الشكل، كنحيد منو لي بولدير والشوائب الا كانوا. دابا ها هو برد، غنمشي نجيب الكاطو ديالنا. الكاطو ديالنا ديال الشوكولا خرجتو من الكونجيلاتور، كيجي بهاد الشكل. غنفرغ فوق منو هاد الكلاصاج، نوزعو بهاد الطريقة. غناخد هاد الكاطو وغندخلو الكونجيلاتور حتى يتماسك هاد الكلاصاج ونخرجو ونكمل التزيين.